سيفه سيفه. يبي يستنى اداء حقه. ايوه نزله. يلا سلام عليكم. خلي النايت يصحى بس. الحقه. عليك فيه. اي اوكي موري نايس. بسم الله نقول نشوف الموري. ايوه حرقه. يا ساتر هرسده. ايه الاخير قطع. واو يا الموري حماله والله فخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله انكم بخير. رجعت لك مقطع جديد. زي انتم ما شايفين البي تي بي نزلت، فلازم نجرب الكيلر والسرفايفر. طبعا انا اول شيء بنروح البرايفت عشان براويكم الشرح السريع. زي انتم ما شايفين هذا البرايفت الجديد، تضغط على هذا تبي مثلا بوتات ولا تبي الخوي انك تلعب معهم. شوف مثلا بضغط على البوتات يجيب لي بوت على طول، هذا بوت ما هو ادمي. اضغط على هذه يصير الفرند اللي عندي، فهمتوا؟ هذا هذا الشيء الجديد ضافونه. طيب احنا بنروح البركات على السريع. يقول لكم البركة اذا كسرت جيني، اذا سرفايفر قريب منك بنسبة 24 متر اشوف الاورا ماله مدة 5 ثواني. انا كسرنا الجيني الحين، هذا اشوف الاورا السرفايفر اثنينات لان قريبين مني، طبعا لو قرب منهم اشوفهم بعد. مدة 5 ثواني. هذا مثال ثاني. هنشوف اشوف الاورا السرفايفر، اذا بعدت عنهم ما اشوفهم، مدة 5 ثواني اشوف الاورا مالهم، خلاص كذا البرك طفى. فهمتوا علي؟ يعني اذا انا اول ما اكسر جني، السرفايفر قريب مني، متر 24 متر اشوف الاورا ماله. عندي 5 ثواني بعدين اشوف الاورا ماله، فهمتوا كيف؟ يعني تخلص المدة بعد 5 ثواني، يعني مالية تصير حلو. طيب اروح البرك اللي بعده. عند البرك اللي بعده هيكس، الهيكس هذا اللي ضربت سرفايفر يتفاعل، وش يسوي؟ السرفايفر ما هو قريب من نبضاتك، ما هو قريب من التريدس مالك. السرفايفر ما هم قريبين منك مثلا ماسكين جيني ولا ماسكين توتم ولا اي شيء، يصارخون زي بيرك البليك. اضربني يعني الحين، اضربني الحين فيصل وانا توتم. اشتغل البيرك تحت. ايه تفعل وين التوتم؟ هذاك هو اخر شيء هنا. وينه؟ هنا؟ هنا ورا هذا. استحني طيب. شوف طفى عندنا هنا الهيك نفس التتم، كان هيكس طفى. فهمتوا علي؟ واذا السرفايفر طيحت السرفايفر في الارض يطفي البيرك، يطفي الهيكس. بس اذا ضربت سرفايفر ثاني يتفعل الهيكس، فهمتوا علي؟ هذا هيكس. عندنا البيرك الثالث ولا الاخير يقول لكم اذا سرفايفر اطاك ستان باليت ولا ستان فلاش، مثلا سيف خويه بفلاش ولا ستان هيدون، يتفعل ذا البيرك. وش يسوي ذا البيرك؟ يجي السرفايفر اللي سيفك ولا سيفك يعني بفلاش ولا اتاك هيدن ولا الاتاك نفس الستان، نفس باختصر لك مياه الاتاك يا ستان، يجيك ون شوت مده 20 ثانيه وكل دون البرك 20 ثانيه. طيب الحين تعال بعطيك بلد. شوف جاري الون شوت الحين. هيدن يبي لنا نجرب هيدن فيصل، تصدق بالبرك يتفاعل ولا لا؟ يب اي شيء اتوقع حتى الديسايسر. عندي ساسف انا اتوقع يتفاعل. بس في لوكر هنا، انا والله مضيف ذا الماب. لا دقيقة شوف هيدن فيصل، البرك تفاعل ولا لا عندك؟ اي في شيء انفجر. تعال هنا عند اللوكر. اي والله يجيني ون شوت الهيدون زي ما توقعت. ستان بلت والهيدون، حتى فلاش جربنا جاء ون شوت ترى. ما ادري سمعت واحد يقول انه ما يجي يستن بالبلد، ما ادري يمشي من البلد. شوف ما شوف حتى هنا ما طلعت من عندك كويكل جاني بعد استن، جاء البيرك فاعل بعد. اي شيء دقيقة. هذه بيركات الكدارة للسريع، ان شاء الله شرحت لكم اياها وفهمتوها. بروح لبيركات السرفايفر. طبعا عندنا اول بيرك في السرفايفر، اذا مسكت جيني بعد 8 ثواني تفاعل ذا البيرك. وش يسوي؟ يجيك زر تضغطه، الزر هذا يجيب لك توكنات، عندك ماكس 20 توكن. طبعا ولكن اذا مسكت الجيني وانت فعلت البيرك الجيني واقف ما يمشي، بس وش المقابل؟ يعطيك توكنات. وصلت 20 توكن الجيني يعطيه دزه يمشي دقه واحده. انت تضغط الزر، وصلت 20 توكن تضغط الزر مره ثانيه نفس اللي ضغطته اول مره ويدز لك الجيني. مثلا انت توك بادي في الجيني، حلو، مثلا يوصل توك بادي فيه يوصل للربع على طول،
فهمتوا علي؟ تضغطون الزر مره ثانيه. طبعا عندنا البيرك الثاني، هذا بختصر لكم اياه على السريع. هذا يقول لك اذا جبت جريت سكيل شوت وانت ماسك جيني تشوف الاورا الكلر 6 ثواني. عندنا البيرك الثالث واللي هو الاخير يقول لك اذا الكلر كان يلحق وانت قريب من السيرفر 24 متر بديك تخلي الجيني للسرفايفر ماسكه يمشي الجيني بنسبه 8% اسرع. هذه بركات الكلر والسرفايفر يا شباب، ان شاء الله انكم استمتعتوا. الشرح كان لكم واضح، الحين بخليكم على قيام، اتمنى انكم تستمتعوا. ليتس جو. طيب. ترى ماني حاط ولا موجود عشان كذا ما جاء. ترى ما في ولا بيرك الجديد اللي حاطها، كلها بيركات العادية. عندي برو. بيركات عادية صراحة. حاط بروف وحاط ابر. انا مسميني سعد ابر الحين. شوف الباب كيف صاير. يووو يا سعد. وراي انا ها وراي انا. ايوه حول راندوم من الظل حقه برمي والله ما اسوي ريسبكت للولد. عند الهكس ها عند الهكس الجديد هكس الجديد وش يسوي؟ لازم يضرب اي سرفايفر في الماب بعدين اي سرفايفر ما هو قريب منه يصارخ افك الهكس. عليكم السلام ويلكم بروف. اه يا عيال يضرب البلت الظل يكسر البلت. وال والله كسرت بلد. ايش فيك انت ها؟ ما يبين اكسر هكسا. ايش فيك ذا انهبل ذا؟ اوكي حاط الابيلتي حقه يضرب الجيني. ايه يقدر يقدر يضرب الجيني، يقدر يكسر البلت، يقدر يسوي كل شيء كانه زومبي، بس هذا متطور عرفت؟ طيب يدفع الببغاز معاهم والله ما ادري ممكن تخيل تفعل ما اوفر تشارج البوب غاز لان هم الفلصة يسويها عادي بفك الهكس. نايس تدهار مشيت انا بيسحب بيسحب ها هانتد معاه ون شوت. يعني شوف زي هذا لو ادوس انا على الدائرة يلحقني. جاني ها جاني جاني خذ البلد. عند الون شوت ها بركات الصدقيه حاط. اوكي جاب لي ذا الثاني. بركاته بروك في بيرك اذا ضرب الجيني يشوف السرفايف اللي حوله 24 متر. الراندم ده بيموت يا عيال. عرفت؟ يعني هذا مع النيرس. ستار بوكس هانتد وحط ذا البيرك. والله حشر كل الحشر. تنزل مع النيرس قويه صراحه. والله حشر المسكين. البرك الثاني اذا اعطيته كيلر ستان يجيك وين شوت، البرك الثالث اذا ضربك يشتغل هكس والسرفايف يصرخون. يعني ما منه فايده. جاني ها؟ هذا دخل شرفي ها؟ خلى يستشرف. والله انتم ما اعطيته جنحت، انا اعطيته جن والله. انا قاعد افعل جيني وده جابه عندي. قاعد افعل جن الراندو. ترى انا مره بعيد عن عند الشارك. جا وراي ها؟ جا وراي جا وراي جا وراي وراي هو. اوكي انا بروح له مكمبر وكيل الاعمال حقه البودي جارد مكمبر هو. يلا. اوكي بدمج الجيني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولكم سيفو سيفو يبي يستنى هذا حقه. ايوه نازله يلا سلام عليكم. ما ينلعب معك الا زي كذا بس اصلا جري بس. اي والله جري للأمانة كيلر ضايع. ارجع وراك بس فات لي الون شوت. يلا تعال انا اوريدي مصاب اصلا. الون شوت كم ثانية؟ 20 ثانية كذا اعطيته ستان. حاول تاخذ انا الراندو.
ما يبغى الا الراندوم. تعالوا يا عيال شح. وين هم؟ انا بروح انا بروح انا بروح انا بروح اجل روح. بروك اذا اعطيت الكيلر ستن تصير وان شوت لمده 20 ثانيه بس ما ادري البيرك اي ليفل. ليفل 1 هو 20 ثانيه بس ليفل 3 والله ما ادري. هناك هناك عدى يمين الى حد 30 ثانيه شكله. توكلنا يا ولد. 25 اوكي. وعندك يا طويل العمر وش بعد اذا ضربك واي واي ادار الحين خلص. وانا ريسبكت تدروا تدروا خاصية الكيلر تدر انه يكنتر الفلاش. والله يكنتر الفلاش حرفيا. ما يمدي ما يمدي عندك تاخذ طقه والله تصحين. لف يمين موسى لف لف موسى يمين ويصحك ابو دوس صحني بس. نايس صحبيني سيفني سيفني ابو دوس رقه يا زعول. ليش ليش قاموا فكت دارت ليش 2800 ساعه يا حبيب. اوكي ليفل 2 ليفل 2 15 ثانيه وانت 2800 تعال اللي يتب ياخذ رجلي انت. وش كاتب ده؟ وش يقول؟ تراي هارد ام بي تي بي يا عمي اذلف ايش تبي نسوي لك؟ انت اللي قاعد انت اللي قاعد تتنل من اليوم. قعدت انا من اليوم على ذا المسكين ده وهذا استكر مفك اخذ له هو الهوك وكان مفك. وين تراي هارد في الموضوع؟ انت اللي قاعد تتنله. حتى لو تراي هارد عنده 3000 ساعة ما ادري عنه. اوكي ما جاء الموب الجديد حسافه لكن يلا ماب كويس ان شاء الله الكيلر. طبعا حاط موري عشان بنشوف الموري سوا. طبعا الكيلر الجديد زي ما احنا شايفين ذا نايت. بجرب طبعا انا ولا جيم جربته للامانه هذا اول جيم حرفيا. قاعد اللوبي طول مره في البي تي بي. اوكي وقفها هنا. اوكي هو شوفوا خاصيه الكيلر تعتمد على نايت. احط ظل نايت. كل نايت عنده خاصية كيف يعني؟ نايت يقدر يتعدى الويند والبلت وأكثر من خاصية. إذا دخلت لوكر ما يقدر ما يقدر تكون داخل لوكر يطلعك من برا اللوكر. الكيلر هذا تقريبا ما أعتبره يعني توب. هذا أعتبره من كيلرات العادية يعني مثل جوست فيس وسوداك وذي الكيلرات يعني. كيلرات يعني حق الطقطقة حق فور فان يعني. ما أعتبره حق عراق ذا الكيلر. نشوفه اطالع الابيليتي امشي. طبعا الابيليتي سريع مره لمانه مره سريع. شوفوا حن في نايت يكون في مدى للسرفايفر. شوف الحين النايت راح للثاني لان كان في مدى النايت. يمديني اني اعطيه هيت نايس مداني اعطيه هيت. طبعا يا شباب بركاته مرة يعني كويسة بس يجي منها يعني بس بيرك واحد عنده هو مرة كويس. حنشوف بدق الجيني اي سرفايفر قريب مني اشوف الورا ماله. شوفوا زي هذا لا حنشوف الورا ماله من انا قريب من عندي 24 متر اشوف الورا مالهم 6 ثواني اتوقع كذا. طبعا انا دائما اي بي تي بي العبها لازم اجرب بيركات الكيلر الثلاث ما احط معهم بيرك واحد زيادة من عندي. طبعا هو طبيعي يكون افضل ديث لوك عشان ناخر الجيم قد ما اقدر. اوكي مدينا فيه هيت نايس. طيب الحين بنجرب نحط نايت اجين. شوف الحين النايت عنده مدى يوقف النايت هناك. اذا حصل سرفايفر قريب من ذا المدى يتحرك النايت يروح عنده. فهذا النايت يمديك بعد انك تكمبر على السرفايفر. يعني اعطيكم فكره بس في النايت كيف. طب اشوف بكسر جيني بشوف دور السرفايفر الحين. اتوقع ممكن عشان النايت موجود عشان كذا ما شفت دور احد. اوكي طبعا النايت بيخلص الابيليتي مالته يا بخلصت. بحط نايت اجين. شوفوا حط نايت هنا خلاص. شوف النايت بيصارخ الحين. اذا حصل سرفايفر يصارخ النايت. طبعا ما بتنل تالنت امي راجع عشان الحق واحد. لكن المشكله كلهم اربعه نفس الشخصيه وش دراني اي واحد الحين. شوف النايت شاف واحد الحين.
النايت. الكلر ده صراحة شوف فور فن، تلعبونه فور فن، ما هو حق عرق. هذا بالنسبة لي أنا أعتبره فور فن. بس بيركته حلوة للأمانة، عنده بيرك يقول لكم إذا أخذت ستان الكلر نفسه، ستان بلت ولا فلاش، يعني سيفتوني فلاش جاني ستان ولا هيدون. يجي للسرفايفر نفسه اللي أعطاني ستان، يجي له ون شوت مدة 20 ثانية. وكلون البيرك 20 ثانية، هذا شيء حلو يعني. طبعا شوفوا احنا ما نسوي ريسبكت البلت، أوكي ما خد ما رمى البلت، نايس عليه. عطني ستان، شوف الحين جاله ون شوت، شفت البيرك اليسار تفعل. عندي 20 ثانية اقدر اعطيه ون شوت تقريبا الحين، ان شاء الله يمديني. بس اذا بيلعبها سيف ما يمديني. نايس عليه، ما مداني. اوكي هو سحب اللوب، نايس عليه، هذا يلعب. طيب بنروح ندور سرفايفر ثاني. اخر بيرك على اليمين صراحة ما فهمت كيف استعمله. يب اذا ضربت سرفايفر، اذا ضربت سرفايفر يرسب ان التتم العادي يصير هيكس. اي سرفايفر ماسك جيني ولا ما هو قريب من مدى النبضات يجي تقريبا يصارخ زي بيرك ال زي بيرك البليج والانفكشن. شوف حنت فعل البيرك لان ما في سرفايفر، شوف ترسب ان التتم هناك صار هيكس. هذا بيركات الثلاثة بشكل عام، انا شرحت لكم في البداية وشرحت لكم في الجيم تقريبا. هذا شيء مرة طيب يعني، اوريك فرض الواقع. انت خلاص لا تلوبني الشجرة، انت خليت انا. صدقوني يا عيال اني حاط موري ونسيت. انا قلت بشوف الموري لان انا للامانة ما العب موري، لاني ما احب العب موري. اوكي. اوكي شوفوا حنا انا مطيته هيد اختفى النايت. اللي بشوف سرفايفر بيصارخ النايت. هذه فائدة البيلد قدرة الكيلر. اذا يشوف سرفايفر يصارخ. اوكي هذا واحد. بركاته للامانة كويسة يعني. الكيلر الثانية يعني انا اشوف، ما اشوف الا نفس الكيلر. الكيلر الثانية بركاته مرة كويسة تكون. اوكي هذا سرفايفر هنا. شوف اقدر اتعدى البلت عادي. الوضع طيب يعني عادي. اتعدى بلت ويندو طبعا. هو في ثلاث نايتات يعني، واحد هذا والثاني يكون ضعيف والنايت الثالث يكون متوسط حجمه. وكل النايت عنده اتوقع ابيليتي، ماني متاكد، اتوقع ابيليتي عنده. اوكي هذا علقته صح؟ لا ما علقته. طبعا اعذروني يا شباب انا مكمبرت هذاك وما دريت، انا قاعد اشرح لكم اندمجت مع السواليف معكم، فاعذروني ما انتبهت اني مكمبرت اصلا، اعذروا والسمح يعني. اوكي هذا واحد هنا. طيب يوصل ولا لا؟ نايس ما وصل. طيب بكسر جيني الحين عشان بشوف في سرفايفر قريب ولا لا. طبعا الكيلر اقدر اعطيكم اكثر من فكره ده. اوكي موري نايس، بسم الله نقول نشوف الموري. ايوه حرقه يا ساتر، هرسده ايه الاخير قطع. واو الموري حماله والله فخم، والله فخم الموري حماله يا شباب. والله يخوف والله الموري ماله، ما شاء الله حلو موري ماله، بدعوا فيه والله الامانه. طيب نروح هنا. نايس شوف واحد نايس. شكرا لك والله. طبعا انا نسيت اقولكم يا شباب، اذا واحد سرفايفر طايح مثلا تبوا تشوفون يعني تبوا تفيكون الفلاش، عندك تسوي حركه ترمون نايت خلوه قريب من السرفايفر، فهمتوا علي؟ ويمديك تشوف الاورا كذا تقريبا. الكرر هذا يكنتر الفلاش يعني بدكم تقولون. طبعا انتم تشوفون الدائره دي اللي تحت، هذا عشان البيرك.
شوف احنا شوف لور مال السرفايفر. اوكي هذا واحد. اوكي دق جيني. برجع للهوك ضروري اني اكمبر لما انا ما احب اكمبر. اوكي نايت شاف احد بيصارخ. والله نايت تعبان انت. لما انا حنمينا حنتعلقت مين انا ما ادري والله. اوكي نايت مدام ما شاف هذا بخلي بلحق هذا. نايس النايت علم مكانه. اي تفهمني النايت. اوكي هذا ما اقدر اعطيه موري. نايس الحين بنشوف السرفايفر ثاني. اوكي النايت بيعلمني مكان السرفايفر ذا فيه ولا لا. اوكي هناك سرفايفر شفتوا كيف النايت يعلم مكانه. طبعا قبل شوي السرفايفر صارخ من البيرك نفسه حق الهكسر وضرب سرفايفر اشوف مكانه يطلع زي ال زي بيرك بليغ. بركاته حلوه الكيلر للامانه. والله نايت تعبان انت للامانه. بسحب عليه لان ذاك بيفك البوابه. يب اوكي نايس في واحد هناك. اوكي نايس نايت حول لذاك. يتعدى الويندو لا تخاف. خل نشيك على الثاني فك البوابه ولا لا. اوكي نايس اعطاه هيت النايت. نايس خلنا نلعب بموري. شوي استغفر الله العظيم. عطى بالسيف يا ولد. اوكي تو اسكيب. نايس امشي. احنا شرحنا في الجيم فهمتوا بيلت الكيلر فهمتوا كل شيء. هذا المهم ما اهتمت اذا هم فازوا عليه ولا لا. طبعا البرك تفاعل عليهم كلام عند البوابه. خلاص جي جي الجيم تقريبا. بحط النايت هنا الحين. والله الكيلر للامانه ممتع تلعبون بالكيلر نفسه ممتع للامانه. بس يلا جي جي والله جيم حلو والله. امشي فهمنا كيف تلعبون بالكيلر. عنده ثلاث نايتات تقريبا. جي جي والله. طبعا اهم شيء احنا شفنا الموري شفنا الكيلر كيف هذا المهم. خلينا نشوف كم ساعتهم. 1000 ساعة 4100 ساعة وانا مقفل. جي جي والله ما قصروا. اوكي رجعنا من مرة ثانية. طبعا ماب الجديد احنا حاطه طبعا عشان تشوف. انا طبعا ولا جيم لعبت في ماب الجديد وبشوف الحين حتى يعني في البرايفت ما جربت. هالجيم الثاني شباب طبعا شفنا الموري كيف كان مرة جميل صراحة. اوكي هذا شاك داول وشو. نايس طبعا لما اسوي الابيلتي يعني ما اشوف سرفايفر. شوف المدى مال الادون كمل. اوكي هو شاف سرفايفر. شيت والله ما توقعت ان في ويندو هنا. نشوف جيني اتوقع هنا في جيني. خلنا نشيل. اي الحق اي. والله سريع يا ولد. وش الكويس انه هو يلحق وانا الحق. هذا الشيء الكويس. رمالي حجر. والله الماب ضياع يا عيال. انا مضيع ما ادري شو السالفه. لا يا حبيبي هو والدي الحركات. اوكي خلينا نكسر جيني عشان نشوف لورا مالهم. ما حد شاف يا عيال.
النايت يصير سريع يا شباب. ما لدن الكم اون اقدر اشوف صار المدى كبير. يا دش تحصن الوشو هذا الشاك. اوكي انا مضيع كل شيء. ايش ذا البيت الكبير حسب المين هذا. اوكي شاف سرفايفر هو ناس اطع مقهد. اوكي ناس انا حديت مق هناك عشان ما يروح. اوكي نايس. اوكي سيفة. طبعا البيرك انا ما قلت لكم اياه او لو حق الهكس اذا ضرب سرفايفر في اذا طيحت السرفايفر البيرك يطفي. لان يعني دحين انا فعلت البيرك طبعا حنشوفوا البيرك طافي صح واللي هو على اليمين. اذا ضربت السرفايفر اللي هو هذا الحين في وجهي بعدين اذا طيحته يطفي البيرك. فهمتوا علي؟ الحين براويكم مثال. الحين حن ضربته اتفعل البيرك خليه من شفته. الحين اذا بيجي بطيحه اوكي رمى بلت مره بدري ده. اوكي سحب اللوب. الحين اذا طيحته يا شباب البيرك بيطفي. اوكي في ويندو هنا. الشاك طبعا مرمي قبل شوي رمى خوينا ما ادري هذا ولا الثاني انا والله ما ادري. اثنيناتهم نفس السكن. شوفوا طفى البيرك. شفتوا فهمتوا علي الحين؟ هذا اللي انا اقصده. اوكي هذا الحين تقريبا شرحت لكم البيركات من الجيم الاول للجيم الثاني. طبعا انا ما ادري في مين اتوقع هذا المين ما خاب ظني. خلينا نشوف المين. انا ودي من اول اشوف المين لكن قبل برمي نايت هنا عشان اقروشهم شوي. ابى اروح المين اشوف. اوكي حصل ميج. خلينا نشوف المين. اوكي في ويندو هنا وفي صندوق هنا هذه جديده علي. بنشوف حصل واحد هو. اوكي اثنين هناك. هذا كيت هنا والثاني هناك. يا حبيبي مسوي شجره شايف كان والله شايف. اوكي النايت طفى. بدينا احط نايت مره ثانيه. يا حبيبي تعال. ماسك لي تتم. هذا ما بيلعب هذا بيطقطق يا شباب. يبي طقطق مع الكلله. يحسبنا فاضيين. احنا قاعدين نشرح يا ولد ما احنا فاضيين. ورانا حتى ممكن جيم سرفايفر. اوكي كم شيء ما شرحت عن النيل. اضربه. ايه نايس. اوكي هذا ثاني هوك. برمي نايت هنا. اوكي حصل واحد. هذا الشيء الحلو في الكيلر يصير كيلرين نفس فكرة النمسيس. فهمتوا علي؟ هذا الكيلر نفس فكرة النمسيس. النمسيس عنده زومبي هذا لا عنده نايت. نايت ثاني. طبعا الحين وانا الحق سرفايفر عادي النايت يروح للثاني. فهمتوا علي؟ الحين برمي نايت ثاني. بروح للثاني اللي هنا. اوكي ما يحتاج. ما يحتاج اروح للثاني هو طلع في وجهي. اوكي هذا ديد هوك ما دريت. ابي الجيم كان يطول شوي لكن يلا مو مشكله. طبعا بشوف لورا الحين. شوفوا هذا زابن هنا انا شايف لورا ماله. خلى النايت يصحى بس. الحقه عليك فيه. اي يا ولد والله انك ضايع في الماب وانا ضايع اكثر منك في الماب. والله انا ما ادري ايش السالفه. والله انا ضيعت مادة التبن. اوكي طبعا
طبعا هذه ال ما بحكم على الكيلر الحين يعني هو مرة توب ولا مرة ضعيف ولا ده. أنا قلت لكم بالنسبة لي أشوفه زي الأهل الله نفس أعتبره زي جوست فيس وسداك بالنسبة لي أنا، بس إن شاء الله يتعدل. نرمي نايت هنا. طبعا النايت عنده بعد ترى ميزه ثانيه، مثلا انا ما ابي شو اسمه النايت يلحق سرفايفر، اقدر اخلي النايت يكسر بلت عادي. الحين بعطيكم مثال يعني الحين. شوفوا الحين. طلبت النايت يكسر بلت، شوفوا. فهمتوا علي؟ اقدر اخلي النايت يكسر بلت ولا يكسر جيني عادي. فهمتوا علي؟ شوفوا الحين بخلي النايت يكسر بلت. مرة واحدة النايت اكثر ميزة له. اقولكم كنا زي النمسيس زومبي، لكن هذا بالنايت. هذه فكرة الكيلر ده، ابيلتي مالته. انا شرحت لكم الابيلتي مالته الحين، ان شاء الله فهمتوا الابيلتي مالته. ابيلتي مالته حتى يعني لو سرفايفر داخل لوكر يطلع السرفايفر من اللوكر عادي. اوكي هذا هناك، خلينا نشوف. بس انا ما جربت النايت يقدر يبلك السرفايفر. نايس. اوكي هذا ثاني هوك. ابكسر جيني عشان بشوف لور السرفايفر، ممكن احصل ميج. طبعا اذا هو قريب مني اقدر اشوف لور ماله. وين اهو؟ اوكي انا ما اشوفه، شفت بس ثاني، ما شفت احد هنا. خلنا ارمي النايت هناك. طبعا شوف يجيني سرعة من الادون، جتني سرعة من اليمين. هذا الادون البنفسجي، سرعة بسيطة. كان حصل مق هنا، بكسر جيني بشوف. طبعا بيرك ما له كول داون للامانة الحين، يعني ما له كول داون. اوكي ميك سيفه. اشوف لورا، اشوفك اشوفك وين رايح مني. خلو احط معاه ليثل مع ذا البيرك اللي يشوف لورا مكسر جني. والله صرت بيرك مره كويس ترى، اشوف كل السرفايفر زي الليثل. في بلدات ان شاء الله يا شباب تنزل اول ما نزل الكيلر، في بلدات ان شاء الله في راسي بتنزل. مثلا البيرك يقول له كذا اذا سرفايفر طاق ستان يجي له ون شوت، احط ما سبيرت فيوري. فهمتوا علي؟ احط ما سبيرت فيوري واندورنج، ما اقدر اسوي شيء. ولا مثلا احط معاه بيرك الليثل مع البيرك هذا الاول زي ما قلت لكم، ولا بيرك الهكس احط معاه خمس هكسات واحط الهكس معاه. فتخيل يعني الحين عندك ديثمان سويتش مثلا، افترض معك ديثمان سويتش معك البيرك ده. اوكي طلع من الهاتش، نايس جي جي والله. تخيل معي ديثمان سويتش وحط البيرك حق الهكس، السرفايفر صار خون يتقفل جيني. فهمتوا علي؟ ولا هو هذا البيرك هذا يعني. انا اعطيكم فكره يعني بس في البيركات حقت الكيلر، بس ان شاء الله يعني بسويها لكم في مقاطع جديده باذن الله. اوكي هذا مقفل وهذا مقفل وهذا مقفل بعد، هذا بعد مقفل. اوكي يلا، اتمنى انكم استمتعتوا في البي تي بي، واشوفكم على خير.